أنا سألت أصحابي شو أحلى أفاتار عندهم، ويا ريتني ما سألت. من أول ما انولدت بحكوا إني بشبهها تماماً، نفس الجمال. التواضع مليون. هيك يعني بحسسك بالحب. الأخ رومانسي زيادة. لأنه بتعمل اللي بدها إياه ومش فارقة معها حدا. هاي؟ لا بس ترجيش أعلق عليها. أنا داري، قلت بركي بس أكبر بصير ساحر ولا إشي. هذا بيحكي جد؟ اتفضلوا، حملوا التطبيق ويحكونا من أفاتاركم المفضل. وهلا عمي.